بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حلف 181 فول 2، أصبح بإمكانك الحين تشغيل الويندوز 7 على هاتفك الأندرويد. نتحدث هنا عن نظام التشغيل الويندوز 7 وليس الشكل. يعني فمن قبل يعني كان من الصعب جدا أن تتخيل أن تقوم بتشغيل الويندوز 7 على هاتفك الأندرويد، لكن الحين أصبح بإمكانك. الطريقة فقط بتثبيت هذا التطبيق ثم وضع ملف يعني في الهاتف بالطريقة التي سوف نشرحها الحين. يعني فسوف أشرح لكم الطريقة ثم نمر إلى كيفية التثبيت. طيب، فكل ما عليكم فعله هو تحميل هذا الملفين، سواء قمت بتحميله ما بهاتفك أو على حاسوبك. هذا بطبيعة الحال التطبيق الذي سوف نستعمله، ثم هذا الملف يجب عليك أن الذي فيه الإيميج الخاص بال يعني الملفات الخاصة بتشغيل بطبيعة الحال ويندوز 7 على هاتفك الأندرويد، تقوم بنسخ هذا المجلد كما تشاهدون ووضع في هاتفك. يعني أنا شخصيا ربطت الحين هاتفي، بالتالي تقوم بوضعه هنا مباشرة، لصق يعني في هذا المكان. أنا شخصيا قمت بلصقه من قبل، ثم بعد ذلك خلاص ضع أيضا يعني الأبيكا الذي سوف نستعملها في هاتفك، وسوف نتعرف كيف تتم هذه العملية وكيف تقوم بتشغيل الويندوز 7. طيب، الحين بعد أن قمت بوضع الملف يعني في الهاتف، فتقوم بتثبيت يعني التطبيق. بطبيعة الحال يعني أنا شخصيا وضعته في أيردرويد، يعني في المسار الحين سوف نبحث عن التطبيق أيردرويد كما سوف تشاهدون. هذا هو التطبيق، يعني سوف تضغط عليه ثم تضغط على انستال. بعد تثبيت يعني التطبيق سوف يعطيك ايقونة بهذا الشكل، مع العلم انك وضعت بطبيعة الحال الملف الذي شرحناه قبل قليل يعني في الهاتف، ثم نقوم بالضغط عليه لتشغيله مباشرة كما سوف تشاهدون. ننتظر فقط قليلا، لا تضغط على اي شيء لحين ما يتم يعني تشغيل الويندوز 7 على هاتفك الاندرويد احبابي في الله. الحين كما سوف تشاهدون يعمل ستارتينج ويندوز بنفس الطريقة التي هي موجودة في الويندوز 7. بعد ذلك يعني سوف تختفي هذه الأرقام وهذه الأشياء جميعا، يعني فقط عليك الانتظار. هذه العملية تطول طويلا نوعا ما على حسب إمكانية الهاتف عندك، فقد تطول نصف ساعة، 14 دقيقة، 15 دقيقة، 10 دقائق على حسب الهاتف كما ذكرت، بالتالي فتنتظر فقط قليلا. طيب، كما تشاهدون الحين عمل ستارتينج ويندوز كما تشاهدون، بالتالي عليك فقط الانتظار حتى يتم يعني تسجيل الدخول الى الويندوز 7 احبابي في الله. طيب، الحين كما سوف تشاهدون فقريب يعني ان يتم تسجيل الدخول الى الواجهة وسطح المكتب الخاص بالويندوز، لكن في هذه المرحلة يجب عليكم الانتظار 15 دقيقة كما ذكرت. فطوال هذه العملية يمكن لك الخروج بطبيعة الحال من التطبيق وجعله يشتغل وعمل اي شيء في هاتفك، بعد ذلك الرجوع وانتظار حتى يتم تسجيل الدخول الى سطح المكتب. طيب، في الأخير أحبابي في الله، كما سوف تشاهدون تم تسجيل الدخول. فذكرت يعني من قبل أنه هذه العملية سوف تطول بشكل كبير حتى يتم تسجيل الدخول إلى سطح المكتب، والحين كما تشاهدون فهي نفس القائمة ستارت الخاص بالويندوز، جميع الأقسام يعني التي يمكن لك الدخول إليها، لكن سوف يكون بطبيعة الحال وهذا طبيعي جدا بطيء جدا. فهي تجربة جميلة أن تقوم بتجربة يعني الأشياء الخاصة بالويندوز 7 على هاتفك الأندرويد كما ذكرت. يعني فيمكن لك الخروج من التطبيق بهذا الشكل وعمل أي شيء حتى يتم وانتظار حتى يتم تسجيل الدخول، ثم مرة أخرى الدخول إليه، دائما اضغط على النو حتى يتم يعني حفظ الأشياء كما تشاهدون. يمكن لك في أي وقت يعني أن تقوم بالدخول إلى الويندوز 7 أحباب في الله. فأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. هذا أول فيديو يشرح طبعا حل كيفية تجربة الويندوز 7 على هاتفك الأندرويد. لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا دائما على موقعنا www.5.com للمناسبات على الفيسبوك facebook.com/حرف 981. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.